ضيفتنا الكريمة صارت موجودة معنا بالاستديو الدكتورة نجد سرايرة أخصائية تغذية. بدنا نحكي متى بنقدر ندخل الأجسام الصلبة أو الأكلات الصلبة بغذاء الأطفال لحتى صحتهم تكون تمام التمام. يسعد صباحك دكتورة وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك دكتورة. يعني بالطفل من أول ما يعني بعد الثلاث أربعة أشهر ببلش الخلاف العائلي البحث اللي دائما موجود، بلش أكل على الأربعة أشهر، لا على الست أشهر اختلفت الدراسات، في بعض ببلش على الست أشهر، في ناس ببلشوا على الأربعة أشهر. هناك بعض العلامات اللي يجب ملاحظتها على الطفل حتى يتم تحديد إذ يجب إعطائه أغذية صلبة. إحنا ما نحكي أغذية صلبة، عم نحكي مثلاً خضار فواكه هو ومهروس أيضاً بالشهور الأربعة أو الست الأولى. فتحتين عن هذا الموضوع. أول شيء يعطيكم العافية، كثير مبسوطة لوجودي معكم اليوم. بالعكس إحنا كمان. بدي أجاوب على سؤالك. هلأ أهم إشي الاستعداد عند الطفل. أوكي. مدام الطفل مستعد منبلش الأكل، ممكن على أربع شهور ممكن على ست شهور، بس يفضل أن الأم تراقب علامات الاستعداد. طب علامات كيف بدنا نعرف أنه الطفل مستعد؟ أول إشي أنه لما يشوف الأكل بينتبه له. أوكي. تمام؟ إذا الطفل كان عم بينتبه للأم أو الأبهم عم بيأكله، معناه تقريبا الطفل بلش ينتبه للأكل وعم بيحب أنه يأكل. أوكي. وبيسند رقبته وبيستطيع الجلوس على كرسي الأكل، بصير يعمل حركات بتمه أنه بده هالأكل. يس بده الأكل. وإذا دخلتي له الأكل بالملعقة بيبلعوا ما بيطلعوا لبرا. هدول أهم علامات أنه نركز عليهم. إذا كانوا موجودين كل منظمات الصحة WHO الأكاديمي أوف بيدياتريكس الأمريكية كلهم بيحكوا أنه نبلش على أربع شهور إذا شفنا هاي العلامات. إيش الأغذية اللي نبلش فيها؟ في ناس بيحكي لك بلشوا بالخضرة أحسن من الفواكه، إذا بتعود على الحلو ببطل مثلا يقبل الخضار. في ناس بيجي بيحكي لك جربوا له مثلا كم يوم بعدين بلشوا له طبيخ عادي. فتحثينا عن هذا الموضوع. أنا بفضل كأخصائي التغذية إنه نبلش بالخضار. أوكي. خضار مهروسة يفضل إنه نبلش فيها بالتدريج. وكل واحدة كل نوع لحال. يس هلا يفضل إنه كل ثلاث أيام نبلش نوع خضار مهروس. يعني يكون القوام مثلاً تكون البداية. كوسة، جزر، بطاطا حلوة، بروكلي، بازيلا، أي نوع خضار نبلش فيه بالتدريج. يفضل إنه ثلاث أيام حتى نلاحظ علامات الحساسية. بعد ثلاث أيام ممكن ندمجه مع نوع آخر، يعني مثلاً ممكن أول شيء كوسة، بعد ثلاث أيام ندمجه مع جزر ونخلطهم الاثنين مع بعض. وكمان نرجع نلاحظ علامات الحساسية مرة تانية على الطفل للنوع الجديد اللي دخل. هذا من ثلاثة من أربعة سوري ل ست شهور. بعد ست شهور نرجع منبلش ندخل له كل أنواع الحبوب، شوفان، رز، كينوا، يفضل إنه الخبز الأسمر أو الحبوب الكاملة، برغل، بلش له كمان حتى بالبروتين النباتي كمان. يس بالحيواني وبالنباتي حتى السمك، حتى يعني مسببات الحساسية اللي إحنا معروف إنها ممكن تسبب حساسية زي البيض، السمك، ممكن نقولهم لسه عم بيشربوا حليب بهاي الفترة فبنكون خايفين. هلا يفضل انه من 4 ل 6 شهور نركز على الحليب اكثر. يعني احنا بهمنا انه يتعرف على الاكل، بس بعد 6 شهور ما في مشكله لو دخلنا اي شيء مع الحليب. يعني بالنهايه هو بضل الحليب هو الاهم. بس في هدول الوجبات الجاهزه اللي بنحط عليهم حليب بيكون مثلا على تمر منكه مثلا على عسل، هدول كيف بفضل انه الام تقرا. في كثير اشياء عليهم بريزرفاتيفز مضافات، احنا ممكن في اشياء عليها سكر، بفضل انه تعملهم بالبيت كثير اصح وكثير احسن. أوكي. تعود الطفل على الاكل البيت، تعمل له كينوا، تعمل له فريكه، برغل، رز، تطحن له الرز مع دجاج، لحمه، سمك، بس تبلش فيهم الاهم بالتدريج، يعني ما تدخلهم كلهم مره واحده. طبعا مع الفواكه هي اصلا على اربع ست شهور بتكون خلصت الخضار. أوكي. بعدين نبلش ندخل كل هاي الانواع بالتدريج شوي شوي. يعني زي ما حكيت من اول المنظمات كلها تنصح انه حتى مسببات الحساسيه ندخلها من عمر 6 شهور لسنه. بالعكس بتاخر ظهور حساسيه اذا كان ممكن طفل بيظهر عنده حساسيه. ايش ممكن اعراض تظهر على الطفل نحس انه عم بتحسس من الطعام مش من شيء ثاني؟ قيء، بيكون طفح جلدي، اسهال، بيكون اسهال كثير، ممكن كمان ممكن يبلش الطفل يحمر جلده زي ما حكيت طفح جلدي. وهي دكتورة اللي بحكي لك العسل والبرتقال ما نعطيه إلا قبل السنة. فشو رأيك هذا؟ هلا برتقال ما في مشكلة، بس قبل السنة ممنوع العسل، ممنوع البروسيس ميت أو اللحوم المصنعة اللي هي البابروني، التركي، الهوت دوغز، كمان اللحوم الباردة. اللحوم الباردة يس. أوكي. وممنوع كمان الملح والسكر، يفضل السكر كمان نأخره لبعد السنتين والثلاثة خصوصا المصنع عشان حتى ما يتعود على الحلاوة. هي شوي صعبة يمكن. بس بدي أحكي لك إنه يعني إن شاء الله شوي صعبة. كمان المي. طيب دكتورة قديش في أمهات بنسوا يعطوا أطفالهم مي، بتقول لك ما هو عم بيشرب حليب ومش بحاجة لمي.
خاصة بأول فترة أشهر. المي من 4 ل 6 شهور بس نبلش ندخل له أكل بنشربه مي، قبل هيك ممنوع. ممنوع؟ ممنوع ممنوع ندخل له أي. يعني عن جد الحليب كافي إنه يعوض كافي. الطفل عن وجود الماء؟ كافي، كان حليب الأم أو الصناعي هو كافي، بس من 4 ل 6 شهور بنبلش رشفات بالمي، يعني 60 مل ل 120 مل بالكثير، بعد عمر الست شهور للسنة ممكن من نص كوب لكوب مي يعني مثل 240، بعد السنة ممكن يشرب 4 أكواب ما في مشكلة. والله يعني دائما الواحد ببلش يخافوا بالمي تحديدا، خصوصا اذا كان مثلا من الام مثلا عم ياخذ الحليب او مثلا من خلال الحليب الصناعي او الفورمولا. طب خلينا نسال عن الوجبه كيف بدها تكون متكامله للطفل، يعني من 6 شهور لسنه. في البعض بيجي بيحكي لك خلص زي الكبار، يعني بيكون مقسم خضره مثلا بروتين وايضا نشويات، فتحكي لنا عن هذا الموضوع. لازم تكون وجبه متكامله، يعني من بعد عمر 6 شهور لحد ما يكبر الطفل ويصير 2 و3 يتعود على انه الوجبه تكون متكامله. فيها كربوهيدرات يفضل تكون معقده مع البروتين كان نباتي او حيواني، مع دهون صحيه، افوكادو، زيت زيتون، زبده نباتي، زبده سوري اللي حيوانيه او سمنه حيوانيه، ممكن مكسرات يفضل تكون مطحونه حتى ما يتعرض للاختناق. حتى لو الاكل فيه بهارات شوي دكتوره؟ بهارات الحاده هاي فلفل اسود شطه ممنوع. بس بهارات عاديه عادي، كمون، كزبره، زعتر، هاي الانواع ما في مشكله. كركم بالعكس بيعطوا نكهه كثير زاكي للطفل. ممكن القرفه، زنجبيل ما في مشكله لو ضفناها. بس الفلفل او هاي بفضل اكيد أخرها. اكيد. طب شو الاكلات اللي لازم نبعد عنها ما يقرب عليها الطفل بعمر قبل السنه؟ حكينا اللي هي البروسس ميت تقريبا، حليب الابقار، الطازج ممنوع قبل عمر السنه، ممكن ندخل الاجبان واللبنه، الحليب اللبن بس نقلل كميات، يعني نحاول مرتين بالاسبوع ماكسيمم ما نكتر اكثر منها. طب دكتوره خلينا نحكي عن الشغلات اللي بيخلطوها الامهات مع الحليب، يعني انا بسمع كثير امهات بيخلطوا شغلات بتقول لك انا عشان افيد صحه بيبي، قديش هالشيء صحي؟ ما في مشكله لو ضافت له ان كان حليبها او حليب صناعي. لا لا، شغله ثانيه مع الحليب. اوكي، يعني مثلا تمر مثلا، شوفان، بالعكس تعطيه وجبه متكامله. شويه زمان سكر، كان يحطوا البيض، يعني انا هذا الموضوع ما مش قادره. ممكن البيض يعني ممكن بصير زي الكاسترد، يعني كثير شفت ناس بيعملوه حليب شوي، بس ما بيأذي الطفل. لا دكتوره لا ما بيأذي ابدا، عادي اصلا البيض عادي يدخل كامل، بس شوي بالتدريج نبلش شوي شوي فيه. كانت حماتي لما تقول لي حطي بيض انا يغمى علي. لا لا عادي، بس بيصير كاسترد هيك ممكن، بس في اطفال ما بتقبلوه اصلا يعني. واذا الام اصلا نفسها ما تقبلته يعني. هو مرات الام شو بتتقبل. البيض لازم يكون شكل يومي للطفل، مثلا ان كان مثلا اومليت يعني او عجه او مثلا مسلوق او مثلا مقلي. ما في مشكله لو كل يوم اكل بيضه. بس هو بالعاده الطفل ما بياكل 6 شهور بيضه كامله. أوكي. نصها لو اكل ممتاز. بفضل زي ما حكيتي، يعني حكيتي فكره حلوه انه ننوع، نعمل له عجه، نعمل له هيك بطلع طيب. يس يغير بالطفل، دخلي له الخضار بالبيض بغير. ممكن مثلا شوفان، شوفان شوفان تطحني الشوفان او تطحين اسمر وتعملي له اياه هيك زي مافن، كثير زاكي بيحبوا. بس قديش رح يصير الطفل معرض للمغص ولالام المعده بهاي الفتره اذا دخلتي له بالتدريج؟ بالعكس بتتلافي هاي المشاكل ممكن تصير. أوكي. بس بالتدريج، يعني مثلا 6 شهور بلشي له بالحبوب. تمام. على 7 شهور بلشي له بالبروتينات. كم وجبه باليوم عشان انا يعني بالليل ينيم الام الطفل ما يضل ممغوص ومتضايق؟ بعد 6 شهور 3 وجبات ممكن، وسناكين خفاف يكونوا كاملين كلياتهم. بالنهايه الام بتقدر تقرر يعني اذا الطفل بيشبع او لا. ما بيشبع بتزيده شوي، بيشبع خلص، ما تجبري يعني على الاكل بالنهايه. ما هي ما تجبري. هذا موضوع مهم الموضوع هذا جدا. يعني شفتي رفضت اكل كميه نازله عم طالع. يعني مثلا في بعض الاطفال بضلوا يحاول انه يقنع الام انه انا بدي الحليب، ما بدي ادخل وجبات، في لانه اطفال خلص بتحسيهم من هدول هيك انتقائيين بشكل او باخر. تخليه على الحليب هلا للسنة، لو ضل على الحليب مع شوية أكل ما في مشكلة. بالنهاية اعتماده على الحليب أكتر لعمر السنة، يعني بيهمه أكتر. بس إحنا بنحاول نعوده على الأكل. رفض لف وجهه، ما ضل هالأمور يعني عشان ما بدك تكمل. فعلا بنلاحظ الفرق دكتورة بين الإخوات، يعني ممكن الولد يكون كتير حابب إنه يضل يأكل أطعمة وطبيخ، البنت مثلا ما تطيق إلا حليب، فيعني مش ضروري يكونوا نفس الإشي. يعني إذا عودتي من عمر صغير لا رح يصير يحب الأكل. والله يعني هي مسألة تعويد مش مسألة ما هو جيناته مثلا. بعدين يشوف الأم والأب، إذا شافكم عم تاكلوا خضار بصير بده يعمل زيكم. كثير الطفل بحب يقلد الام والاب بهاي المرحله. صحيح. يعني دكتور اعطينا هيك نصيحه في نهايه هذا اللقاء الجميل للامهات اللي عم بيتابعونا. انه نحاول ما ندخل، اهم شيء نقطه عندي صراحه كثير شفتها لاحظتها بالامهات، انهم بيدخلوا الحليب الطازج البقري ممنوع منعا باتا، نبعد عن العسل
ممنوع العسل، يعني كثير شفت امهات بدخلوهم العسل للاسف، هاي كثير بنبعد عنها. كمان ما نطعميهم من اكل البيت المضيف البهارات وهيك قبل عمر السنه، بعد السنه ما في مشكله لو كان من اكل البيت، بس بعد هيك لا. المي كمان ممنوع قبل عمر الاربع شهور، يعني بس نبلش ندخله الاكل ندخله المي معها شوي شوي. بدنا نشكرك، بدنا نشكر تواجدك معنا واثريتينا بهاي المعلومات. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتوره. شكرا.